النشرة المغربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل قدمت تونس تحفظها على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد الأربعاء بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة بيان صادر عن الرئاسة التونسية أوضح أن الرئيس التونسي قيس عيد كلف وزير الخارجية نبيل عمار بتقديم التحفظ على نص القرار مضيفا ان تونس ثابته على مواقفها ومتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامه دولته المستقله على كل ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. المصدر ذاته اضاف ان فلسطين ليست ملفا او قضيه فيها مدع ومدعى عليه بل هي حق الشعب الذي لا يمكن ان يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة أطلع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو محمد سيدي عمار نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو على موقف جبهة البوليساريو من جمله قضايا متعلقه بعمليه السلام التي ترعاها الامم المتحده في الصحراء الغربيه. وخلال لقاء جمع سيدي عمار بنائبه الامين العام للامم المتحده تم التطرق الى جمله من القضايا ذات الصله وخاصه في افق صدور تقرير الامين العام حول الوضع في الصحراء الغربيه ومشاورات مجلس الامن حول بعثه الامم المتحده. للاستفتاء في الصحراء الغربيه المنتظر عقدها مطلع الاسبوع القادم. تبنت لجنه المسائل السياسيه الخاصه وانهاء الاستعمار التابعه للجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها الثامنه والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضيه الصحراء الغربيه تحت البند الثامن والخمسين من جدول اعمالها المتعلق بتنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمره قرار اعتبرته جبهه البوليساريو بالرد القوي والواضح على محاولات دوله الاحتلال المغربي الراميه لتحوير الطبيعه القانونيه للقضيه الصحراويه من جديد تتبنى اللجنه الرابعه للامم المتحده قرارا يؤكد الاطار القانوني لقضيه الصحراء الغربيه ومسؤوليه الامم المتحده تجاه الشعب الصحراوي وككل سنه كانت القضيه الصحراويه حاضره بقوه من خلال مرافعات وبيانات تعبر فيها عده دول عن دعمها الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبه باجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربيه لانهاء الاستعمار من اخر مستعمره في افريقيا القرار الذي تبنته اللجنه الرابعه يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الوارده في ميثاق الامم المتحده وقرار الجمعيه العامه 1514 المتضمن اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمره. خطوه فسرها ممثل جبهه البوليساريو بالامم المتحده محمد سيدي عمار بالرد القوي على دوله الاحتلال الراميه لتحوير الطبيعه القانونيه للقضيه الصحراويه من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبه. هذا التاكيد بطبيعه الحال ياتي كرد قوي جدا على محاولات دوله الاحتلال المغربي الراميه الى تحوير الاطار القانوني والمرجعيه القانونيه التي تتعامل بها الامم المتحده مع قضيه الصحراء الغربيه، وبالتالي فما حصدته دوله الاحتلال المغربي على مر الايام السابقه من خلال ما كانت تنشره من دعايه واستجلابها لزمر من المرتزقه لكي يرددوا امام اللجنه جمله الدعايات الكاذبه ها الامم المتحده اللجنة الاممية الخاصة المعنية بحالة تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لم تقف عند تبني الاطار القانوني للقضية الصحراوية فقط بل طالبت الامم المتحدة النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها اقليما خاضعا لانهاء الاستعمار منه وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين مبرقة رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة. جددت الجزائر موقفها داعم لحقوق الشعب أو الشعوب في الحرية والاستقلال بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وخلال جلسه للجنه الرابعه المعنيه بالمسائل السياسيه الخاصه وانهاء الاستعمار، قال ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحده السفير عمار بن جامع ان المملكه المغربيه تنصلت من التزاماتها السابقه المتعلقه بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وبالسماح لهياكل الامم المتحده بتنظيم استفتاء يضمن للصحراويين حقوقهم في الحريه والاستقلال. تماشيا مع القرارات الدوليه المغرب التزم في عده مناسبات وعلى اعلى مستوى للسماح بالعوده لاستشاره الشعب الصحراوي في اطار استفتاء لتقرير مصيره وهناك امثله عديده لذلك وساكتفي بذكر ثلاثه في نيروبي عام 1981 الحسن الثاني قبل رسميا وعلنيا الاستفتاء وهو الالتزام الذي تجدد في سبتمبر 1983 امام الجمعيه العامه للامم المتحده وفي عام 1989 المغرب اعلن قبوله لحل عادل ونهائي للنزاع عبر استفتاء لتقرير المصير لكن الطرف المغربي حبس نفسه حول انكار الوضع التاريخي للصحراء الغربيه ولا يريد الحديث أو السماع أو نطق كلمة تقرير المصير اليوم وفي رده على ممثل المملكة المغربية استغرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة ترديد الجانب المغربي اسم الجزائر لأكثر من أربعين مرة في كلمته دون ذكر الصحراء الغربية على الرغم من أنها موضوع جلسة اللجنة الرابعة ذكر الجزائر أكثر من أربعين مرة أنا لم أذكر المغرب ولا سياساته الداخلية في كلمة التي تركزت حصريا على قضية الصحراء الغربية كنت قادرا على الحديث عن مئات القناطير من المخدرات التي يغرق بها المغرب بلادنا لم أريد الحديث عن بيغاسيوس الذي تستعمله السلطات المغربية للتنصت على صحفيين ومفكرين ونشطاء سياسيين وأكثر من ألفي مسؤول حكومي أوروبي لكن ما أريد قوله هو أن قضية الصحراء الغربية تبقى مسألة تصفية استعمار من اقليم محتل بصفه غير شرعيه من المغرب انهت البعثه الامميه للدعم في ليبيا مراجعتها الفنيه لقانون الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه حيث اثنى رئيس البعثه عبدالله باطيلي على جهود لجنة ستة زيد ستة التي كلفت بصياغتها باعتبارها حققت حسب باطيل تقدما مهما رغم الضغوط التي واجهتها اللجنة داعيا بالمقابل لتسوية سياسية للقضايا الخلافية التي ما تزال عالقة في أول رد فعل لها أبدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا تحفظات بشأن بعض النصوص الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي اصدره مجلس النواب باجماع اعضائه تحفظات لم تغادر بعد محيط المسائل الخلافيه العالقه التي تستدعي حسب البعثه تسويه سياسيه للسير نحو الانتخابات للمضي قدما واستنادا الى المراجعة الاولية والمشاورات مع الاطراف الليبية المعنية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترى البعثة ان القوانين المحدثة تشكل اساسا للعمل على اجراء الانتخابات وتتطلب التزاما بحسن نية من جميع الاطراف، وبالاخص القادة الرئيسيين. ومع ذلك ما تزال هناك قضايا خلافية، من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية. موضع الخلاف حدده المبعوث الاممي الى ليبيا في نقاط اوردها في مراجعته الاوليه للقانون الانتخابي شملت الزاميه تنظيم جوله ثانيه للانتخابات الرئاسيه حتى لو كان فارق الاصوات التي يحصل عليها المترشحون كبيرا. وكذا مساله ربط الانتخابات الرئاسيه بالبرلمانيه، اما مساله تشكيل حكومه انتقاليه جديده لتنظيم الانتخابات فوردت ايضا ضمن تحفظات باتيلي مصرا عبرها على اغلاق صفحه الحكومات المؤقته. البعثة الأممية عبر إحاطة باتيلي لفحو قانون الانتخابات دعت الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بناء يعالج القضايا التي طال أمدها وبشكل نهائي وحاسم نهاية النشرة المغاربية في أمان الله